يلا نكمل اخر 3 فصول من جزيره الكنز الاولى ثانوي، ويا رب تقوموا تذاكروا. جوجو في ورطه، هتعمل ايه يا اسطى؟ هجري مع الناس اللي بتجري هناك دي وافرح خلاص هنلاقي الكنز. الجزيره تلين صغيرين وتل كبير. سيلفر قال انه عارف الجزيره دي كويس وبيشاور على مكان في الخريطه وبيقول هنروح هنا. جيم جاري على دكتور ليفزي ومستر طولاني، طولاني ده ابو الاغنياء ها، وكابتن السفينه، وقال لهم كل اللي سمعوا ويا وقعتكم السود. سيلفر طلع قرصان، هنعمل ايه يا شباب؟ هنكمل معاهم عادي، بس لازم نعرف مين مع سيلفر ومين لا. جيم بيلاقي 7 اشخاص مالهمش علاقه بسيلفر من اصل 19. اوعى فريق العمل. قربوا على الجزيره خلاص والجو كانت ريحته بتبايظ، واول ما وصلوا الجزيره ما بقوش عايزين يعملوا اي حاجه تاني، وده فكر جوجو بكلام الدكتور عن التمرد. الكابتن قال والله احنا هنقول لهم يقضوا ديوز على الجزيره ونهرب احنا بقى بالسفينه. خطه في منتهى الذكاء والكل وافق عليها. يلا يا شباب خدوا القوارب وانزلوا ببستو، واخر اليوم هتسمعوا صوت البندقيه، ترجعوا على طول هتلاقونا مستنيين. فرحوا وافتكروا انهم لما ينزلوا على الجزيره هيعرفوا يلاقوا الكنز، بس هيبقى في 6 على السفينه من رجاله سيلفر و13 هينزلوا ياخدوا القوارب للشاطئ. جوجو وابو النباهة كلها بياخد قارب صغير رايح على الجزيرة، فبيتخبط في فرع شجرة وبينزل، وقام كملها عوم عادي. سيلفر ورجالته بينادوا عليه بس هو بيهرب منهم وبيبقى فرحان قوي. اهبل قوي الواد ده. يستخبى جوجو ورا شجرة في الجزيرة ويسمع سيلفر وهو بيكلم بحارة بيحاول يخليه معاهم، بس الراجل ده ما بيرضاش فبيقتله. جوجو بيجري تاني بين الشجر ومش عارف يرجع تاني ولا يكمل. يقف عند التل صغير، الهوا فيه حلو والشجر اطول، ويقرب من راجل شعره طويل وبصرته الشمس بهدلتها، اسمه بينجون. الراجل ده بقاله 3 سنين ما كلمش حد. بينجون يطلع راجل طيب وغني، بس يعرف ان سيلفر موجود على الجزيره فيقلق بينجون. جوجو يهديه ويحكي له كل اللي حصل، واحنا محتاجين مساعدتك على السفينه. بينجون بيقول لجوجو انت عارف يا ودانتا ان انا كنت مع الراجل ابو بشله لما خبى الكنز على الجزيره، ونزل معاه 6 رجاله وقعدوا في الجزيره حوالي اسبوع، وفي يوم رجع لوحده من غيرهم، والكابتن وسيلفر كانوا موجودين معاه، ولما سالوه فين الكنز قال لهم انزلوا بدوروا بنفسكم، بس انا بقى هكون رجعت بيتي. ومن 3 سنين بينجون كان موجود على السفينه ومعاه الناس بتوعه، ونزلوا يدوروا على الكنز، بس الناس زهقت فقاموا سايبينه لوحده على الجزيره مع المسدس وكوريك حفر. لقى القراصنه اتغيرت خالص. في الوقت ده جوجو كان عايز يبلغهم على السفينه ان بينجون هيكون معاهم، بس ازاي؟ قارب صغير بينجون عمله وهو قاعد على الجزيره، وفجاه بيسمعوا صوت ضرب نار مهول، واضح ان العركه بدات، وبيبدا فصل جديد. بنروح فين الدكتور عشان نعرف اللي بيحصل على السفينه علشان رجاله سيلفر عليها، ولما بيعرف ان جوجو راح الجزيره قال ده اكيد مات، فبينزل بياخد قارب صغير ويروح الجزيره، وبيلاقي هناك حصن صغير قوي في ميه وبيشيل 25 شخص، ويبداوا يفكروا انهم ينقلوا الاكل والاسلحه في القارب وللحصن، ويقولوا رجاله سيلفر لو سيلفر عرف حاجه هتموتوا. رجاله سيلفر اكتر بس مش معاهم اسلحه. حطوا كل حاجه على القارب الصغير اللي بقى تقيل قوي من كتر اللي عليه، اكل واسلحه وهم كمان. ايه يا شباب؟ لا وكمان الرياح عكسهم، يوم تلات جدا. وهم بيتحركوا على اقل من مهلهم لقوا رجالة سيلفر شغلوا المدافع وبيضربوهم، وعلى الناحية التانية على الجزيرة القراصنة مستنيينهم، وفي منهم ركب قوارب وجايين عليهم، والتانيين بيجروا يستنوهم في المكان اللي هينزلوا فيه عند الحصن. والموضوع اتحول لسباق، يا ترى مين هيوصل الاول للحصن؟ القارب مش متزن وبيبدا يغرق باللي فيه، في شويه اسلحه واكل بقوا مع السمك عادي، بس بقى من حسن حظهم بيكونوا قريبين من الشاطئ، وبيوصلوا الشاطئ بس في صوت ورا الشجر والقراصنه قريبين، والدكتور واللي معاه لازم يوصلوا الحصن، بس في 7 قراصنه وصلوا الحصن وبيسمعوا صوت ضرب نار. الدكتور واللي معاه بيدخلوا الحصن بسلام، بس واحد منهم بيكون مات، والكابتن اللي معاهم بيرفع العلم اللي بيبين انهم مش خايفين من القراصنه، والدكتور بيقول انه قال لحد في انجلترا انه يجي وراهم لو ما رجعوش في شهر اغسطس، بس الامدادات مش هتكفيهم غير لشهر يونيو بس. لحد ما بيسمعوا صوت جوجو بره وبيلاقوه عايش. هيعملوا ايه جوه الحصن والقراصنه في كل مكان حواليهم؟ يا ترى بينجون هيعرف يساعدهم؟ خلصوا امتحانات بس هنعرف الترم التاني.